مجموعه تاع المدن، شنو هو الراي ديالكم؟ بالنسبه للراي ديالي انا شداك شي ما صراحه ما عجبنيش. حنا راه خصنا نديروا الاحتياط، بنادم خصو يقعد في دارو مع حد الامن وكذا. الدوله كتهضر على هذا الشيء، يعني بنادم خصو يكون واعي. داك الشيء اللي ديروا برا مضاره، روح ريح في دارك وصلي وعبد الله واتقي الله وديها في دارك وريح مع بزك وحسن لك. ما داك الشيء تاع المضاره واش الناس كتسبب باش يدخل بنادم للدار ويدير ويبلع على راسه باش هذا الشيء ما يزيدش كذا؟ لاقاش هذا الشيء راه واعر، الله يستر راه واعر. خصنا نطلبوا الله، هذا الشيء راه جانا من عند الله. ما عندنا كي غادي نديروا؟ بنادم يتقي الله واش غادي نقول؟ الله يهدي الجميع وصافي. واش غادي نقول؟ شي رساله للناس تاع وجده؟ هو بالنسبه للوجده زعما الصراحه الحمد لله عاجبني لحد الوعي زعما الصراحه الحمد لله. لحد الساعه راني كندور انا مع هاد السته، يبان لي الناس يعني ما كانش هذاك الشيء تاع كما كان مضاري. دعوه خاويه والحمد لله كل شيء راه داها في سوق راسو، راه مديناها في ديورهم والحمد لله وشكرا للاشواق. هنا ان هذا الشيء اللي واقع تاع المظاهرات، الناس خصها تجنب هذا الشيء. هذا خص ضروري تجنبوا، واش هما يقولوا لهم اودي بعدوا على التجمعات، بعدوا على الاخر، هما يديروا المظاهرات. حنا عرفنا بلي راه الله هو اللي درنا هذا الوباء. هذا الوباء هذا خصنا ندعوا الله. حتى المساجد قطعوهم، الحوانت المقاهي فرحنا الان كلشي قطعوه، انتم تمشوا ديروا المظاهرات. طلبوا من كما نقولوا الشعب ديالنا يكون شويه واعي، قري وليداتو في الدار، اللي بغى يتقهوى يتقهوى في الدار حتى يفوت هذا الوباء ان شاء الله، وهذا يفوت ان شاء الله وتولي الامور كما كانت ان شاء الله. وشكرا السلطات راه قايمه بالعمل ديالها، كنشكرهم جزيل الشكر. السلطه راه قايمه بالعمل ديالها 100%، حتى هما راهم معرضين للخطر. ايوا كنشكروا الشواقع، شكر الجزائر على هذه المقابله هذه. شكرا.